السلام عليكم. لعبة يورو 2024 رسميا صارت موجودة بـ FC24 مباشرة. انضم إلى ويفا يورو 2024. تعالوا ننضم يا شباب وخلني نشوف وش التحديث الجديد الأسطوري نزل على لعبة FC. أوف 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 أوف, أوف. والله حماس مليون يا شباب, حماس مليون. اليوم راح نسوي بإذن الله تجربة لهذا الطور الخرافي اللي نزل بلعبة FC. زيزو, زيدان, هذا على إسبانيا, هنا بيكهام أعتقد بإنجلترا, صح؟ من يتوقعوا راح يفوز باليورو هذا الموسم؟ كتبوا لنا, أو هذه السنة كتبوا لنا بالتعليقات يا شباب توقعاتكم والمنتخب اللي نختاره. بالبداية أكيد راح نختار المنتخب يا شباب, الكل يعرف إنه أنا مشجعين فرنسا. فائز بال 84 وبال 2000. أول شيء عندنا المشوار الأوروبي, اربح مكافآت في أنماط أخرى عبر إكمال التحديات في تجربة هذه التحديات. قد منتخبك نحو المجد الأوروبي وعش أجواء مثيرة. أوكي, هنا راح نتحكم منتخب واحد نحقق البطولة وهو فرنسا اللي اختارنا. قيادة منتخبك هنا يا شباب راح ننشئ لاعب أو نتحكم بلاعب ونخليه يفوز باليورو. يعني هذا باعتبار مهنة لاعب, وهاي ممكن مباريات ودية, وهاي وديات عبر الشبكة, وهنا نقدر نعدل ونخصص باللعبة. لعبة كاملة تقريبا نزلت داخل لعبة فيفا يا شباب اللي هي FC24. خلاص اسم فيفا راح. اول شيء ودي العب بطولة يا شباب, بطولة اليورو, ندخلها ونلعبها مباشرة بالمنتخب الفرنسي, باقوى منتخب تقريبا مع المنتخب الانجليزي. الاثنين تشكيلاتهم رهيبة, وهذه المجموعات الحقيقية الموجودة. فرنسا 86 هجوم والدفاع عندها شوي ضعيف. انجلترا 90 هجوم. اوه المنتخب الانجليزي قلت لكم قوي. البرتغال بعد منتخبهم جيد, لكن احنا راح نختار فرنسا. ويلا هات لليورو, هات لليورو. اوف على الاستعراض هذا الخرافي يا شباب. اوه يلا, يلا والله متحمسين مليون. يا حبيبي وين ميندي؟ وين؟ لا لا, مفروض ميندي يكون موجود, بس ما علي ما علي يا شباب, تشكيلتهم قويه. تخيل عندك كامافينجا وتشواميني, امامهم كريزمان. راح نعتمد على مبابي جناح يا شباب, بما انه خلينا جناح, بس انا المفروض اشوف مبابي قلب هجوم, علشان يعني لما يلعب مع ريال مدريد يكون قلب هجوم. بعد ما ننسى كونكو الخرافي, والله راح تكون عندنا تغييرات اسطوريه. التكتيك وهذه الامور راح اعتمد على تكتيكات اللعبه باول مباراه, اشوف الفريق واللعبة كيف راح تكون من تكتيكاتها الطبيعية. أول مباراة ضد النمسا مثل ما تشوفون. ويلا مباشرة صافرة البداية وباللون الأبيض. العب يا حبيبي, حماس مليون. نجيب اليورو للمنتخب الفرنسي. بابي يا سلام, وصل تشواميني. لمست يد, لمست يد, لمست يد. هات الضربة الحرة. هو كريزمان أكيد هو أفضل مصوب. هل يحطها بالشباك؟ يلا كريزو, كريزو جول بإذن الله. جول من أول ربع ساعة وأول أهدافنا بالطور الجديد يا شباب. 1-0 لفرنسا على النمسا. 3 نقاط مهمة على النمسا اللي مجموعتنا بها هولندا وبولندا يا شباب. الفريقين أقوياء, خاصة المنتخب الهولندي منتخب جدا رهيب. 3 نقاط من هذه المباراة رهيبة. الله عليك بالشباك. خاطر أوباميكانو يا وحش. شوط أول يخلص, نتائج ما بين الشوطين مثل ما تشوفون. العب جيروف, كريزمان. كريزمان, شوفوا خلي مبابي قلب هجوم, طلع جيرو, نزل كومان, نزل لي بعد كونكو, خلي نشوفه. لوكاس هرنانديز خلي ينزل بدل أوباميكانو, تعرى بيو بدل كاما فينجا. فريقنا حرفيا الاحتياط اقوى من الاساسيين. منو عندنا افضل معرض؟ يعني تقريبا هو كونكو. يلا واحده بالراس ممكن, خلي نشوف من يضرب بالراس, خلي نشوف من يضرب بالراس. كولوماني, يا لا لا لا, تعال مبابي. يا سلام, هي عثمان ديملي. يا الله, خلاص انتهت المباراة الأولى وأول 3 نقاط. هذه ترتيب المجموعات حاليا. بولندا بالصدارة فايزة على هولندا. أوه, مباراتنا ضد المنتخب الهولندي, لو فزنا رسميا راح نتأهل لدور ال 16. الهداف حاليا, والله أكو لاعبين مسجلين هاتريك من أول مباراتين أو ثلاثيات من أول مباراتين يا شباب. شوفوا تردون الصراحة, أنا ما مرتاح لخطة فرنسا بهذا الشكل. خطة الكمبيوتر أنا ما تعجبني يا شباب. تعال نضبط خطتنا على الشيء اللي إحنا نريده. خلي لي كولوماني هو يكون ال LW, خلينا رابيو الاول يكون متواجد, لوكاس هرنانديز اريده يكون اساسي. والصراحه كلاس يا شباب بالار بي انا افضله على كوندي. كوندي قلب دفاع المفروض انا من وجهه نظري. والحين وديني للمباراه وخلي نواجه هولندا بهذه التشكيله, وباذن الله المره يا شباب راح نشوف فريق مختلف عن المباراه الاولى. وتعالي تعالي للمباراه, بسم الله. صافره البدايه والملعب وين؟ لايبزيغ ستاديوم اعتقد, ملعب نادي لايبزيغ. حلوه حلوه, كريزو 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 كريزو, يا خطير. تحرر كريزمان لما سوينا هذه الخطة. روح مبابي, روح من هنا. الله 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 الله, مجنون التمريرة. وقف على كورتك, العب يا سلام, هي عرضية, يلا نزل. الله 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 الله, متعة 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 متعة. ردة فعلي ترى يا شباب طبيعية جدا, انا استمتع لما العب بهذا المنتخب. دير بالك دير بالك دير بالك, لا 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 لا, الله الله, اوه الحمد لله. يا سلام, حلوة, خذها. لا ما هي صارت بصوره صحيحه يا مبابي. تشواميني اضرب, سيئه. كريزمان, حلوه. وجد الدفاع, وجد الدفاع, وجد الدفاع. اوه
أول أهداف الكيليان إمبابي يا شباب، احتاج إلى مباراة ونصف يلا يسجل هدف الأول باليورو. بس يا أنه كريزمان قدم مباراة خرافية، شوف الأسيستات، فان داك جايب أم العيد يا شباب. هذا يذكرني بهدف فيني على بايرن ميونخ إذا تذكرون، نفس الطريقة سحب المدافع وانطلق بهذا الشكل. بولندا فايزة على النمسا، خلاص إحنا بولندا راح نروح لدور 16. توقعون يصير هذا السيناريو يا شباب إنه هولندا تخرج؟ روح 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 كريزمان يلعب يلا. أوه حلوة كريزمان، يا سلام لمسه يد يا حكم، لمسه يد. فان دايك منعها بيده، والله كارت اصفر هذه. ما ودي اسوي تغيير، ودي اسجل بعد هدف. ايش رايكم يا شباب من ضربه حره مثل المباراه الاولى؟ كريزمان هل يسجل هدفين ضربه حره بعد مباراتين؟ كريزو ختم 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 الضربات الحرة، يا سلام. التكتيك يلعب دور بشكل رهيب. شو اوه يا كوناتي، والله الدفاع مصيبة. يلا ديمبلي، اوكي العب هناك، يلا امبابي امبابي امبابي، روح منو هذا؟ هذا كالاس، يلا اضرب يا عمري بالاربعة بالاربعة، جلدنا هولندا. خلاص قضينا على المنتخب الهولندي يا شباب. كريزمان مستحيل هذا الاداء. شوفوا يعني لما تجي تسوي تغييرات مثلا فرنسا راح تنزل كامافينجا مثلا، يعني عندك كونكو مثلا ممكن تنزله بدل كريزمان اللي مسجل اصلا هدفين، يعني عندك زاير ايمري يا شباب، يعني اسمع اسمع الاسماء خرافية. لو حبيت تريح قلب دفاع مثلا كوناتي تنزل اوباميكانو عادي، يعني طبيعي هذا الشيء. فومان ممكن ينزل عادي جدا بدل ديمبلي. وصل كيليان كيليان، فان دايك في مهب الريح يا عمري. شوف 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 بابي، اوف فان دايك مهب الريح بوم. يلا امسك ماينان، خلاص انتهت المباراة وفوز على هولندا. صدرنا مجموعتنا بست نقاط، تخيلوا سجلنا ست اهداف ولا هدف داخل علينا. هسه مباراة بولندا، بس ودي اشوف المجموعات. يعني المانيا صدرت وتأهلت، خلاص خلصت مبارياتها. اسبانيا وايطاليا تأهلوا، دنمارك وانجلترا والصدارة يا شباب عندهم بعد مباريات. المجموعة الرابعة اكيد فرنسا بولندا اوكرانيا بلجيكا، وهنا البرتغال تركيا. تعال نلعب مباراتنا ضد بولندا، خلينا نلعب ابرز الاحداث. يلا بداية الملخص، واول هجمة عندنا راح تكون بالدقيقة الخامسة. تشواميني تشواميني تشواميني، اصرار اصرار الى ديمبلي. يا ديمبلي يا ديمبلي، لا تعطي مجال. حلوة كوناتي، وحش لعب هناك، يا سلام. يلا صعد، حلوة اضرب يا عمري. كولوماني يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، حطها في الشباك. صارت النتيجة 1-0، ثلاث نقاط مهمة حتى ناخذ صدارة المجموعة بإذن الله. هذه الهجمة كيف ليفاندوسكي، خطير الله ستر، حلوة. روح روح روح، كومان 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 الى كولوماني، هدف ثاني. خلاص اخذنا الثلاث نقاط باذن الله. اوكي انتهت المباراه، فزنا بالمباراه وثلاث نقاط اخرى يا شباب، وتسع نقاط بالعلامه الكامله من دور المجموعات. خلاص رسميا بولندا صدرت. الله هذه قرعه دور ال16. مباراتنا ضد البرتغال، اوف والله مباراه قويه. ايطاليا فازت على سويسرا وراح تلعب ضد انجلترا اللي فازت على سلوفاكيا. شوفوا نتيجه ايطاليا ضد سويسرا 3-2، انجلترا وايطاليا بدور الثمانيه. اسبانيا فازت على اسكتلندا، وصربيا فازت على المانيا، والله جنون. الدنمارك فازت على تركيا. اذا احنا مباراتنا ضد البرتغال، ونواجه الفائز من بلجيكا او كرواتيا. كرواتيا متاهله لدور 16 ممكن كافضل ثالث او من الثوالث الممتازين. شوف لي الاحصائيات الحين، اوه ما عندنا هداف، اوف تخيلوا موراتا هو هداف اليورو. ما علينا، تعالوا ندخل مباراه البرتغال يا شباب، ولازم نجلد المنتخب البرتغالي. البرتغال قويه ومرشحه وبقوه يا شباب مع المنتخب الانجليزي والفرنسي. عطنا المباراه، وين كريستيانو؟ كريستيانو ما موجود، ما نازل الاساسي، يعني منزل بيبي دفاع وكريستيانو ما موجود، والله غريب. هذه خطره هذه خطره، لياو 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 لياو، مهاري وسريع ولعيب يعني رهيب وخرافي. اقطع اقطع ارجوك، يا سلام خط. اوه ماينان 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 يا حبيبي، وش ذا؟ الامبابي يا سلام، يلا يلا وصل له الى كريزو، يا يلا واحد بالراس، هي على القائم القريب رابيو واحد. ما وصلت كولوماني، يلا الحين روح مبابي، هذه ما تضيع هذه ما تضيع، فرصتك فرصتك. لا اوف يا القائم، لا 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 لا، كيف ضاعت هذه؟ روح هذه ما تضيع، بعد بعد هجمة مرتدة الحين، يلا مبابي هذه ما تضيع، خلاص يعني ضيعت ذيك، هذا ما تضيع. ها
يلا 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 اللي بعده. بس الغريب اللي عندنا انه ما عندنا هداف، والسبب اكيد يا شباب ما جاي نعتمد على لاعب واحد، عندنا اكثر من لاعب يسجل الاهداف. لياو لياو والله حلو حلو. خلاص خلصت المباراه، فوز 1-0 بس البرتغال، لكن هذا الهدف اهلنا لدور ربع النهائي. اشرني عن باقي المباريات ومنو راح نواجه. راح نلعب ضد الله وش بالبلنتيات، كرواتيا فايزة على بلجيكا، وراح نواجه كرواتيا بدور ربع النهائي. شوفوا إيطاليا وإنجلترا مباراة قوية، عندك بعد يعني إسبانيا باقية يا شباب، يعني لو فزنا يا شباب نصف النهائي أتوقع ناخذ البطولة، لكن عندنا سخلنا عدي كرواتيا. شوفوا ما عندنا هداف، أقرب هداف بابي وكريزمان كل واحد 3 أهداف يا شباب، والمتصدر موراتا المفروض بابي يسجل. العب لي أبرز الأحداث ضد كرواتيا. يلا 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 يا المباب، يلا يلا نزول اللاعبين وبسم الله صافرة البداية. دقيقة 14 وهجمة عندنا والكرة عند كولوماني، اوكي راح يستلمها، وعندنا مبابي واحدة، عندنا ثلاث لاعبين. العب هناك، ممكن هناك، ممكن هناك، اصعد رابيو، توصل الى المباب، مبابي 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 بالدقيقة 14 هدف اول على كرواتيا الى دور النصف النهائي، رابع اهداف مبابي. اهو الحكم يعطيهم بلنتي بالدقيقة 35. هل تتوقعون اني راح اصد هذا البلنتي يا شباب؟ اوكي يا رب 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 يا سلام، ضاعت اتوقع بالقائم. شوف التخلي لي هنا بهذا المكان، ممكن اسست من كريزو يعني على راس رابيو يا مجنون او كالاس. لا والله لوكاس هرنانديز الله عليك، والله توقعت رابيو يا شباب من الارتقاء، لكن يظهر انه لوكاس هرنانديز قلب الدفاع. هذه كره لكرواتيا، اوه والله خطره، هذه خطره حلوه ماينات. يا سلام لعب مبابي، هي اضرب، لا خلاص رسميا انتهت المباراة، فزنا على كرواتيا وتأهلنا نصف النهائي. صربيا فازت على اسبانيا وتأهلت، الدنمارك فازت على اوكرانيا، انجلترا فازت على ايطاليا بالبلنتيات. احنا راح نواجه انجلترا وناخذ البطولة رسميا، لان مباراة الدنمارك وصربيا ما يهمنا، اي واحد يتأهل راح نفوز عليه بالنهائي. بس شوف لي الهدافين، كنيان مبابي يا شباب ما موجود، مفروض يعني مبابي يسجل اكثر من 3 أهداف، والله صعبة. هي اول مباراة اللي مبابي ما سجل بيها كانت المشكلة، فرنسا ضد انجلترا نصف نهائي، ملعب بي في بي، ملعب بروسيا دورتموند، السيجنال ايدونا بارك يا شباب مثل ما تشوفون جوا. منتخب الانجليزي مرشح وبقوه، ونصف نهائي ثاني بعد نصف نهائي كاس العالم. ماني ارجع، حلوه مبابي مبابي، يا سلام يا سلام، العب هنا، يلا شواميني، توصل مبابي، بوم، مدريدي يصنع المدريدي والكره بالشباك، الله عليك. 5 أهداف كينيان باليورو يا شباب، لكن اجمل هدف تقريبا والله. اذا شوف الاعاده، اعاده، شوف 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 لعب تشواميني عطاء، اوف 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 يا مجنون يا مجنون، وش ذا يا مجنون، يا سلام بابي، يلا روح بالسرعه. اوكي لعب هنا الى ديمبلي، مع وحده، يا سلام، لا 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 لا، 2 دبل كيك يا شباب على انجلترا وبنصف نهائي اليورو، اوف يا مجنون. 6 أهداف باليورو لحد الان، بعد 1-2 لعبه مع الديمبلي، وتمريره خلف المدافعين من جديد، خلف ماغواير، في احد يجيب ماغواير لليورو يواجه فرنسا ويواجه مبابي يريد يفوز؟ لا مستحيل. اوب 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 والله ما ادري كان ماغواير او ستونز، صراحه ما اعرف، انا شفته كانما ماغواير بس اعتقد ستونز هو وليس ماغواير. نو جود بيلي يلعب الى الهاريكين، اوف يا الدفاع، لا حكم، شوف الحكم يتحيز، يعني وين البلنتي؟ بس خبرني وين البلنتي، وما اشوف بلنتي، انا ما اشوف بلنتي، يا حكم علي الكره، يا رب يا رب يا رب، صدها صدها، ضيعها 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 ضيعها، هاريكين هاريكين ضيع انجلترا وضيع هذه الكره. مبابي حلوه، مبابي مبابي، لا لا مجنون والله، مجنون يا شباب، مجنون يراوغ يعدي. انا طبعا تحملت انه يسجل هاتريك، اكيد واضح هذا الشيء يا شباب. بوم، فرنسا اوفر اوفر اوفر، قوه قوه قوه، حلوه، جابها 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 جابها، يقطعها، الله 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 الله، السوبر هاتريك،
السوبر هاتريك السوبر هاتريك على انجلترا. الدفاع وش يعمل يا شباب؟ يعني خلي جيرو يشارك، خلي شويه يلعب هذه المباراه. هذه خطره، هذه خطره. لا 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 ساكا. خلصت المباراه، فوز مستحق ونتيجه عريضه. صربيا ضد الدنمارك تعادل، ثم صربيا توصل للمباراه النهائيه تواجه فرنسا بنهائي اليورو. وهذا ترتيب الهدافين. مبابي وصل لثمان اهداف بست مباريات، خلاص ضمن الهدافين يا شباب، الا لو فالهوفيتش سجل على فرنسا بالنهائي. طيب خلينا نشوف من افضل صانع العاب. كريزمان وفرق بسيط الصراحة. كريستيانو رونالدو متعرض للكارت احمر، لهذا ما لعب ضدنا مثل ما تشوفون. يعد مبابي ماكينة تسجيل، مجرم هذا الكليان. نفس التشكيلة راح ندخل بها المباراة النهائية ونفوز باللقب ان شاء الله، لكن ودي يعني ناخذ احنا الطقم الازرق، يعني ما يصير بهذا الشكل، هذا طقمنا وانتم لعبوا بالاحمر. فيلا بينا بسم الله خلينا ندخل المباراة. بالاولمبي ملعب برلين يا شباب، هذا ملعب نهائي 2014 صح؟ إلى مبابي، إلى كريزو، أركن، يوه، كريزمان، كريزمان، حلوة، وبعد، يوه، العب له يا عمري، يلا، أوكي، جول، والله يا شباب إن الأداء خرافي. شوف كلاس يصنع هدف خرافي، أنا اختاريته يكون أساسي وبالفعل كان أداء أسطوري، بوم، مبابي جول، لا. حلوة ماينان، يلا مبابي، مبابي، يلا، لا الحارس، حلوة، يلا، تشواميني، يا الله، ديمبلي، إلى كريزمان، يلا، اضرب يا كريزمان، لا، ضيعت على نفسك هدف يا كريزو، خلاص انتهت المباراة، رسميا نفوز باليورو من أول محاولة بالمنتخب الفرنسي يا شباب. يعني وش كنت تتوقع مصطفى يعني تخسر؟ والله صعبة الخسارة، صعبة باليورو، بقوة فرنسا هذه يا شباب، فريق قوي. ويلا شيل يا مبابي، شيل رسميا ثالث التتويجات، السلام عليكم.